فضيلة الشيخ، مرحبا بك أمام السفارة الإسرائيلية. وقد طلعت إشاعة أن العلم الإسرائيلي قد رفع، وها هنا الآن العلم المصري رفع فوق السفارة الإسرائيلية. تفضل حضرتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا ألا يجعل لليهود علما ولا راية على الإطلاق، والعلم المصري هو الذي يرفرف على هذه الأرض، لأن الأرض مصرية تماما. ثانيا، نحن قد جئنا حتى نقول للعالم بأسره إن المصرية دمه غال وليس برخيص على الإطلاق. وإن كان النظام السابق قد جعل الدم الإسلامي دما رخيصا، فإننا نأبى ذلك ونقول إن الدم المصري أغلى الدماء على ظهر الكوكب الأرضي، وإن الدم اليهودي هو أرخص دم على ظهر الكوكب الأرضي. ولذلك جئنا كي نطالب المجلس الأعلى باتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت لشفاء صدور المصريين بالإجماع، ومن أجل أسر الشهداء ولأجل الحدود المصرية والسيادة المصرية. لا بد من معاقبة هؤلاء علانية وجهارة في وسائل الإعلام العالمية وبأقصى سرعة، وإلا فإن الشعب المصري بأسره سيقوم بطرد السفير اليهودي، فضلا عن تطهير المكان من اليهود تماما. ثم بعد ذلك يتجه الشعب المصري إلى تجميد، بل إلى إلغاء معاهدة كامب ديفيد، والتي مثلت خيانة عظمى عند المصريين. ولذلك أقول اليهود، أنا لكم أن تعلموا أن المصري الحقيقي قد هب، وأن المارد المصري قد وقف لكم بالمرصاد، وأن الإسلام يحض ويحث المسلمين على النصر والشهادة. وإن كان هؤلاء قد قتلوا فإنهم قتلوا بشرف، أما ونحن فقادرون تماما على إذلال اليهود وعلى قهر اليهود. والعزة للإسلام والمسلمين، والعزة للمصريين على اليهود في كل مكان. أنا أستاذن الأخ المذيع، أنا هقوم بدور المذيع. ممكن تفضل أستاذنا. طبعا احنا بنرحب فضيلة الشيخ الزغبي. طيب بارك في عمرك. وأنا أعتقد أن الوقفة دي وقفة مهمة جدا لإثبات وجود الدعاء في هذا الموقف الحاسم، لأن البعض فضيلة الشيخ بيتحدث على أن السلفيين ليس لهم وجود في قضية فلسطين، وبيتحدث على أن السلفيين ليس لهم وجود أمام السفارة الإسرائيلية. فأنا يهمني وجودك، ويهمني تقول إيه في موقف الدعاء وخاصة السلفيين في القضية الفلسطينية. هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا مع القضية الفلسطينية، بدليل أن لنا من الخطب ومن الدروس ومن المحاضرات ومن الكتب التي ألفناها في القضية الفلسطينية وفي إثبات إجرام اليهود ونقضهم للعهود والمواثيق، ألفنا الكثير والكثير وتكلمنا بالكثير والكثير، وهذا أوان العمل. ولذلك أقول للشباب، سترونني معكم بالنهار. أنا أعلم تماما أن فترة النهار وبالذات في الصيام وقبل المغرب مباشرة، أعلم أن الناس يستعدون للإفطار وأن العدد يكون هنا قليلا، لكني آثرت بحكمة أن أثبت للناس أننا لا يهمنا العدد القليل أو الكثير. وأنا جئت وأنا جئت في هذا الوقت الذي لم يسمع به أحد، حتى نقول للناس جئنا قلة ونأتي كثرة، بمعنى لا يهمنا أن يكون الناس في بيوتهم ولا يهمنا أن يكون الناس في هذا المكان. جئنا بالنهار وسنأتي بالليل في العدد الكبير. وأقول للجميع بإذن الله جل وعلا، نحن نمثل الدعاء، نحن نمثل الشرفاء، نحن نمثل أهلنا، نحن نمثل أحباءنا، فضلا عن أن الدعاء يقفون على ثغر عظيم لهؤلاء اليهود الملاعين. ولذلك من بيّن للناس في المساجد أو في المدارس أو في الحلقات أو في الدروس أن اليهود ملاعين وأنهم أكفر خلق الله جل وعلا، إنهم الدعاء وإنهم العلماء. وجئت كي أثبت أننا هنا بالنهار وهنا بالليل في كل وقت. البعض بيتكلم فضيلة الشيخ على ان في صلح مع اليهود اللي وقعوا السادات في كامب ديفيد، هل الصلح ده يقع شرعا وما حكم الناحية الشرعية؟ هذا الصلح لا يقع شرعا على الإطلاق، لأنه استبد بهذا الصلح، لم يأخذ رأي المصريين على الإطلاق، ولم يأخذ رأي أهل الحل والعقد على الإطلاق، بل إنه انفرد، فضلا عن أنه خالف العرب بالإجماع وخالف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأرغم الكل على هذه المعاهدة التي قامت على خيانة عظمى للشعب المصري، حتى جعلت أرضنا لا سيادة لنا عليها على الإطلاق، وجعلتها خاوية من الأسلحة ومن الجنود المصريين. آن الأوان لأن نقول إنها معاهدة غير مشروع على الإطلاق، إنها معاهدة باطلة، وأنا الأوان أن نزيل هذه المعاهدة وأن نقول نحن الذين نحافظ على سيادتنا، لأن الأول خانون في كل شيء ولا يعتد بالخيانة ولا نعترف بها. طيب فضيلة الشيخ، هل يعتبر وفق اليوم قدام السفارة الإسرائيلية إقرار بشرعية المظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية بعد ما تحدث البعض على أن السلفيين لهم رأي في المظاهرات أو يحرمونها أو غير ذلك؟
أقول بالنسبة للكيان اليهودي بالذات له خصوصية، لأنه العدو الحقيقي، لأنه العدو العقدي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. وهذا هو أعظم الأمر، لأنه ملحمة قتالية تسيل فيها الدماء وتتناثر فيها الأشلاء. فأقل الأمر أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر في بلدنا، لأنه لا يجوز لنا على الإطلاق أن نسمح لهذا الكيان الكافر، لهذا الكيان المجرم، بأن يكون على تراب مصر على الإطلاق، ثم بعد ذلك يقتل المصريين والفلسطينيين في آن واحد. المعادلة مرفوضة لأنها باطلة. وأقول آن لنا على أقل درجات التغيير، على أقل درجات التغيير المنكر، أن نكون هنا لطرد هذا المجرم ولطرد هؤلاء الملاعين ولتطهير أرضنا، حتى إذا ما جنحوا للسلم حقيقة، لا أقول جنحنا نحن، إذا جنحوا هم حقيقة، استطعنا أن نملي الشروط التي تضمن لنا عزتنا وسيادتنا على أرضنا. طيب معلش، هو سؤال محرج شوية لكن هو سؤال واقعي. أنا بقالي 5 أيام بفضلتك باجي هنا قدام السفارة، لاحظت حاجة مهمة جدا، في غياب للدعاء واضح جدا، لدرجة أن كثير من المتظاهرين سألوني أين الدعاء، أين السلفيين، أين الشيوخ، أين أين أين. في أول يوم سألوني أين الإخوان، الإخوان جم تاني يوم بحوالي 20-30 ألف، لكن ظل الموقف متوقف على رموز الدعوة عامة. هم بيحملوا هم الدعوة، هم القضية الفلسطينية لا شك، لكن كان وجودهم مؤثر في الموقف. لذلك أنا بشكرك وبقول لك جزاك الله خيرا على وجودك اليوم ووقفتك اليوم، لكن أنا أحب أنك توجه رسالة للدعاء حتى يكون موقف الداعية عمليا في إحياء القضية الفلسطينية، مع الغياب الملحوظ في وقوفهم في هذه المظاهرة الاحتجاجية. طيب، هو لا شك أننا في العشر الأواخر من رمضان، ويلتمس العذر للبعض بأنهم في اعتكاف أو ما شابه ذلك، لكن هذا الأمر مقدم على السنة، مقدم على هذه الأمور برمتها. لماذا؟ لأن جهاد اليهود فرض عين على المسلمين. ثانيا أنهم في قتال مع إخواننا في فلسطين. ثالثا أنهم في قتال مع أبنائنا على الحدود. إذن هذه دولة مقاتلة لا عهد لها ولا أيمان على الإطلاق. إذن نحن في حرب مع هؤلاء ولسنا في سلم على الإطلاق. وأسأل الله جل وعلا أن يوحد صفنا وأن يجمع كلمتنا على هؤلاء المجرمين. وأسأل الله جل وعلا أن يدمر اليهود بمفاعلهم. اللهم دمر اليهود بمفاعلهم، اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم يا رب سلط عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. أسأل الله أن يحرق أبدانهم، وأن يسلط عليهم الغلاء، وأن يسلط عليهم البلاء، وأن يسلط عليهم الوباء، وأن يجمد الدماء في عروقهم، وأن يسلط عليهم السرطان، وأن ينصرنا عليهم نصرا مؤزرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آخر شيء سألتك مش عطلك، بس هو الطلب المهم اللي احنا عايزينه دلوقتي من السلطة في مصر، سواء المجلس على القوات المسلحة أو مجلس الوزراء، الكثير وأنا منهم بطالب بأقل موقف هو يعتبر أعلى موقف متشدد في العلاقات الدبلوماسية، هو طرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير المصري، وده لإثبات الموقف الجديد للمصريين وللشعب بعد ثورة 25 يناير. هل حضرتك توافقني في الرأي دوت؟ نحن نحسن الظن في القيادة العسكرية، لكن ما ذكرت هو أقل ما يمكن، هو أقل ما يمكن فعله. لماذا؟ لأننا نعلم تماما أن المصري حر وليس والعياذ بالله بجبان. ثانيا أن أقل شيء لرد هذا الفعل أن نقوم بطرد هذا، بل وبإغلاق السفارة اليهودية هذه وبسحب سفيرنا، ثم أن نبلغهم تماما بأننا سنجمد هذه الاتفاقية التي قامت على الخيانة العظمى، حتى إذا ما توحد صفنا قلنا بإلغائها تماما. وهذا هو أقل ما نتحدث به، وهذا ما أدين لله به. وأحب أن أعلمك أن معنا برضو دعاء، معنا فضيلة الشيخ صابر دياب، وهو عالم ومحدث وكبير وداعية فاضل، ومعنا فضيلة الشيخ مصطفى رفعت، ومعنا يعني فضل الشيخ محمود الزغبي، ومعنا برضو الكثير، والحمد لله رب العالمين. طيب، هو السؤال أخذ السؤال، يعني أنا عايز أتكلم مع حضرتك باستفاضة لكن الوقت مش هيسعنا. أنا عايز أقول كلمة مهمة جدا توجهها للشعب المصري في سبيل الإعداد لهذه المرحلة والقضية المهمة. يعني إحنا بكل واقعية وعقلانية وشرعا الله تبارك وتعالى أمرنا وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نحن أعتقد نحن في مرحلة لمواجهة هذا العدو، لكن مرحلة الإعداد كيف نعد؟ أنا بقول نحن محتاجين إعداد إيماني، إعداد عسكري، إعداد تقني، إعداد تكنولوجي، إعداد 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 إعداد. رسالة للشعب المصري في الإعداد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنبأنا والصادق المصدوق: لا تقاتلن اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله إلا شجر الغرقد. رسالة في الإعداد للشعب المصري المسلم. أقول بإذن الله جل وعلا، بقوله جل وعلا أيضا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يا جماعة، لفظة قوة نكرة في سياق الأمر، نكرة في سياق الأمر، يعني القوة المادية.
القوى المعنوية، القوى الإيمانية، القوى العسكرية، القوى في كل المجالات. ويجب على المصريين بالإجماع وعلى المسلمين خاصة في أرض مصر أن يستعدوا تماما لملحمة فاصلة مع هؤلاء اليهود، لأنه لا سلام معهم على الإطلاق. إنهم نقضة العهود، إنهم خونة، إنهم تجار الدماء، إنهم يعيثون في الأرض فسادا. نعم، إنهم حيثما حلوا أو حلوا تطاولوا على الذات العلية وقتلوا الأنبياء والمرسلين وخانوا الكل، بل ووضعوا السم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال إجرامهم يتوالى على مدار التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبين لنا ربنا الذي خلقنا أن القوم مجرمون وأنه لن يكون بيننا وبينهم سلام، وسينتهي الأمر بملحمة. لذلك أقول على القيادة العسكرية أن تقوم بمسؤوليتها كما ينبغي، ونحن نحسن الظن فيها بعد إذ كان النظام الفاسد قد دمرنا من الداخل ومن الخارج في الدفاع وفي الأمن. على الجيش أن يستعيد قوته وأن يستعيد بأسه للاستعداد لملحمة مع هؤلاء المجرمين اليهود الخانعين الخاضعين. أيضا مع على أبناء الأمة أن يتثقفوا وأن يقرأوا وأن يعلموا عدوهم حتى إذا حاربوه استطاعوا أن يفهموا مداخله وما خارجه وأبوابه. علينا جميعا أن نتفوق في كل الميادين حتى نثبت للعالم بأسره أننا لسنا ضعفاء، لسنا جبناء، لسنا متخلفين على الإطلاق، بل إننا أجدر من اليهود وأقوى من اليهود. ويكفي أننا نمتلك أعظم سلاح ألا وهو سلاح العقيدة الإسلامية، وسينصرنا ربنا جل وعلا عليهم. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. عايزين نصرح لازم نصرح عند العالم كده. ماشي ماشي.